قالت مصادر قريبة من المرجع الديني آية الله علي السيستاني أن السيستاني أبلغ البيت الأبيض الأمريكي بموقفه الرافض لفصل كركوك عن الإدارة المركزية العراقية وإعطائها للأكراد، وأن السيستاني أكد أن كركوك عمامته وعمامة العراق وأنه لن يسمح بسقوطها. قال المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني أن كركوك عمامته وعمامة العراق وأنه لن يسمح بسقوطها، مشيرا إلى أنه أبلغ البيت الأبيض بموقفه الرافض لضم كركوك إلى الشمال العراقي وفصلها عن الإدارة المركزية في بغداد. جاء ذلك على لسان ما صرحت به مصادر قريبة من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني. وأكدت المصادر القريبة من أن السيد السيستاني ربط بين قضية كركوك وبين استمرار دعمه لمجمل العملية السياسية في البلاد. وأوضحت المصادر أن السيستاني وصف مدينة كركوك بأنها عمامة العراق وعمامته ولن يسمح بسقوطها، مهددا بسحب تأييده بالمساهمة ببناء الحكومة في العراق إذا تم تهميش مطالب السكان المدينة التركمان والعرب وبقية المكونات. وطالب المرجع الديني الأعلى بوضع خاص لمدينة كركوك لا يخرجها من كامل السيادة العراقية ولا يدخلها في كامل السيطرة الكردية، تاركا تحديد التفاصيل للأطراف المعنية وهم سكان المدينة ومن يمثلهم. وكشفت المصادر أن الزيارة المفاجئة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليسا رايس إلى مدينة كركوك جاءت مباشرة بعد اتصال تم بين النجف الأشرف والبيت الأبيض. وكانت الوزيرة الأمريكية قد زارت المدينة وضغطت على الأكراد لوقف مطالبهم بتطبيق المادة 140 من الدستور. ويعتقد أن رسالة النجف لواشنطن تضمنت إشارة إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن سلامة العراق وحفظ وحدة ترابه بناء على كونها الدولة المحتلة التي تلزمها القوانين الدولية بذلك. وربطت المصادر بين محاولة الاغتيال التي تعرض لها ممثل السيستاني وموقف المرجع من قضية كركوك ونقل موقفه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أوفد وزيرة خارجيته إلى كركوك على الفور لتدارك الموقف. وعلى الصعيد نفسه قالت المصادر القريبة من مكتب السيستاني أن المرجع رفض استقبال نشيربان بارزاني الذي زار مدينة النجف قبل مدة، حتى لا يفسر هذا الاستقبال على أنه دعم لمخططات الأكراد في مدينة كركوك.